قبل نحو 10 أيام وقف الرئيس علي عبد الله صالح ملوحا بخيار الحرب الأهلية في وجه خصومه على سبيل التحذير أن التهديد أو الوعيد لا فرق. فاليمن اليوم وبعد 10 أيام يقف مغازلا تلك الحرب أو واقعا في أتونها. في 10 أيام التهمت نيران المعارك أجساد المئات وشردت الآلاف ودمرت الممتلكات، فسقط حتى اليوم 150 قتيلا و300 جريح. رقعة القتال تتوسع يوما بعد يوم، والقوات الموالية لصالح تستخدم كل ما في جعبتها من أسلحة، طائرات، صواريخ، دبابات ومدفعية. استبد الهلع بالناس فخرجوا من صنعاء يرجون النجاة بأنفسهم بعدما أعملت فيهم آلة النظام العسكرية تقتيلا وتدميرا، وعزت المواد الأساسية والخدمات، الماء والكهرباء والاتصالات. اليوم وبينما يعيش اليمن الشهر الرابع من عمر ثورته السلمية، يعيش أبناؤه أسوأ قتال منذ الحرب الأهلية عام 94، لما تعيش العاصمة أسوأ موجة عنف منذ الحرب الأهلية في عقد الستينيات من القرن الماضي. وبينما يستحر القتل في أبناء اليمن، لاذ المصلحون بالصمت وانعقدت ألسنتهم عن الكلام، وهم الذين لطالما بادروا في بواكير الأزمة إلى احتواء نيرانها كي لا تبلغ يابسة الخليج وتطال أطراف ثوبه. فكيف سقط اليمن في هذا المنحدر؟ وإلى أي مصير يسير أبناؤه وهم يعقدون العزم على تخليص بلادهم من الاستبداد والفساد وهوان العيش المستشري فيها منذ عقود؟